السي رشيد البوصيري واحد الهرم من الهرمات ديال الفريق اللي عاشرته عن قرب، هو صديق الدرب وعرفته قبل ما الفريق رجع، وعاشرته عن قرب داخل المكاتب المسيره السابقه، اللي كان الانسان معطاء، الانسان اللي غيروا على فرقته، الانسان اللي متواجد في اي وقت، ضحى بالكبيره والصغيره من اجل الفريق الرجاء. اذا كنقول بانه واحد الوقيته ضحى بالعائله ديالو وديتريمون ديال 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 العائله ديالو الصغيره من اجل الفريق الرجاء، اللي كان تيسافر معاه دائما، متواجد معاه دائما في السراء والضراء، واللي كان في الوقت اللي كانت تتكون الازمات وتتكون الامور هو كيتكلف بعض اللعابه من ماله الخاص، وهذا الشيء عاشرته عن قرب، بان اي لاعب كان يكون عنده مشكل ولا شي حاجه كان كياخذ من 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 عنده وكيتعطي. السي رشيد بوصيري رحمه الله وبهذا اليوم الاليم بانه اعطى الكثير لفريق الرجاء، واسمه يبقى دائما مرتبط بفريق الرجاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.